صباح النور مرة أخرى مشاهدينا، صباح النور لك أمين. صباح النور هب. بعد أن اجتاحت الثورة التكنولوجية المنازل والمدارس والجامعات، غدت مواقع التواصل الاجتماعي قنبلة موقوتة بيد الأطفال والمراهقين. صحيح، خاصة موقع يوتيوب الذي يعد الحل السحري للتخلص الأهل من إزعاج الأطفال. رغم ذلك يشعر الأهالي بالقلق الدائم من استخدام أطفالهم للهواتف الذكية. اليوم سيخبرنا الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي عمر قصقص عن المشاكل التي واجهت يوتيوب مؤخرا، وإن كان اليوتيوب بعد اتهامها بخرق خصوصية الأطفال. خلينا نعرف أكثر التفاصيل في فقرة سوشيال ميديا. لا معناه موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لا نخوف الناس، ما خلينا نخوف الناس، نحكيه على موقع اليوتيوب. يعني كلنا اللي يحضر في حياتنا العادية، حتى احنا نمشي بالمولات بالوسائل النقل العمومية في بيوتنا في عائلاتنا عند أهالينا، موجود بكثرة أنه الأهل يعطيه الهاتف أو التابلت اللوحة الذكية أو الكمبيوتر للأولاد ويتابعوا اليوتيوب ومش عارفينهم هما وين، بأي عالم عايشين في اليوتيوب. صحيح. قديش هذا يشكل خطر يا عمر؟ صحيح، نبدأ بالإحصاءات وكمان دراسات لنشوف قديش بشكل أنا خطر. أنا إحصائياتك تخوفني بصراحة. نحن بنعطي أرقام حتى ما نفوت في التحليل، هي الأرقام بتحكي. الإحصاءات بتقول إن تمت مشاهدة 70 مليار فيديو على يوتيوب كيدز اللي أطلقته مؤخرا يوتيوب، اللي حنحكي عنه بعد شوي. نحو 11 مليون عائلة تستخدم يوتيوب كيدز. أما اليوتيوب الأوريجينال العادي في 1.5 مليار مشاهد يوميا، يتم تحميل 300 ساعة من الفيديوهات كل دقيقة، عدد المستخدمين النشطين يزيد عن 30 مليون شخص. نأتي للأرقام المخيفة. بحسب موقع ديلي ميل البريطاني، نشر دراسة حذرت من استخدام أطفال الهواتف الذكية نتيجة لتأثيرها على مهارات التوازن والتركيز التي تؤدي إلى عدم استيعاب الطفل لأي معلومة دراسية. ننتبه لها. ودراسة أجرتها مؤسسة دوكمو اليابانية بتقول أنه بين 70-80% من الأهالي قلقون على من استخدام أطفالهم الهواتف الذكية. دراسة نفسها بتشير أنه 73% من الأطفال بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي. اللافت أنه 43% من الأهالي بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، أي الأطفال بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من الأهل. ماذا يعني؟ يعني أنه الأهل ما في سيطرة على الأطفال. الدراسة الأخطر اللي حنتفاجأ فيها بتقول، أجرتها مستشفى الملكي بمولبورن، بتقول طفل، ركز، طفل من بين 4 أطفال بيستخدموا الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي بيعانوا من مشاكل النوم. بلس الأطفال اللي بيستخدموا الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي أكثر عرضة للانتحار والإدمان على المخدرات. أرقام مخيفة. نعم. عمر معناها مخيفة خوف كبير. خلينا احنا نحكيه على اليوتيوب، نرجع بعد نحكيه على الأقل انه كيفاش ننصحوا الأهالي، ولكن خلينا نعرف هالمعلومة هذه، لأنه شركة يوتيوب دفعت مؤخرا 200 مليون دولار للجنة التجارة الفيدرالية. لماذا؟ أداء هي دفعت 200 مليون دولار إلى وزارة العدل. قدمت مجموعة من الأشخاص شكوى للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، تتهم موقع يوتيوب بأنه عم بيجمع ديتا معلومات عن أطفالهم لاستخدام هيدي الديتا لاستهداف الأطفال بالإعلانات والفيديوهات. يعني إذا أنا كمعلن فيني حط بالتارجت أطفال بيحضروا البيبي شارك، أو أطفال افترضنا بيحضروا فوزي وموزي أو إكس، وفيني وبس لما طفلي يحضر البيبي شارك كل فيديوهات على يوتيوب بتصير بيبي شارك. حققت اللجنة الفيدرالية، حققت بالموضوع واكتشفت انه صحيح يوتيوب عم بيستغل الاطفال. ما يعني انه يوتيوب عم يخرق قوانين العالمية لخصوصية الاطفال اللي بتحمي من استغلال الاطفال من دون معرفة الاهل. حققت قامت بتسوية مع يوتيوب قامت بتسوية مع اللجنة الفيدرالية لدفع 200 مليون دولار إلى وزارة العدل وإطلاق منصة اليوتيوب كيدز. وقالت سوزان ووجسكي على في تدوينه أن التسوية ستؤمن حماية
حماية أفضل للأطفال والعائلات على يوتيوب، وسنتابع تعاوننا مع السلطات حول العالم في هذا المجال. يعني حاليا نحن خلينا نوضح أكثر الفكرة للمشاهدين، نحن حاليا باليوتيوب كيدز نبعدوا أكثر عن المشاكل اللي تتعرض لها الأطفال من خلال موقع اليوتيوب العادي والإعلانات اللي تكون موجودة أو الفيديوهات اللي تمشي وجمع الداتا أيضا عن كل الأطفال. وش عملت يوتيوب؟ قامت بحذف أكثر من 100,000 فيديو و 17,000 قناة و 500,000,000 تعليق، بالإضافة اللي أنه أطلقت يوتيوب كيدز. حنعطي شوية مميزات عن شو هو يوتيوب كيدز. اليوتيوب كيدز بتيح للأباء اختيار المحتوى للأطفال، ثلاث خيارات. الخيار الأول من ما قبل الدراسة إلى الأربع سنوات، يعرض فقط الفيديوهات اللي بتشجع على التفكير الإبداعي والتعليم والاستكشاف. حلو. فقط. جميل. من 5 إلى 7 سنوات يعرض مقاطع الفيديو وأفلام الكرتون فقط. من 8 سنوات إلى 12 سنة يمكن للأطفال العثور على مقاطع فيديو ألعاب وموضوعات علمية فقط. مميز أخر حلوة أعطتها يوتيوب، يمكن للأباء إقفال ميزة البحث أي سيرش، ممنوع الطفل يعمل سيرش. أما إلى جانب أكيد فلترة المحتوى، بعض الخبراء حذروا شركة يوتيوب أنه الخوارزميات أي الألغوريزم ما حتستطيع من ضبط الفيديوهات بشكل كامل، بالرغم من أي شخص بده يطلع فيديو على يوتيوب كيدز بده يتم مراجعته من قبل يوتيوب مانوال مش أوتوماتيك. فبعض الخبر حذروا من الخوارزميات تعيد فيسبوك أي الألغوريزم من يوتيوب ألغوريزم أنه ما حتقدر تضبط المحتوى بشكل كامل. والجميل بالموضوع أن لاحظ الأباء عرض محتوى غير ملائم للأطفال يمكن أنه يعملوا ريبورت، وفورا الفيسبوك بيحذف اليوتيوب بيحذف الفيديو من المنصة. هو خلينا زيدا نذكره أيضا حاجة أخرى عمر، أنه لازم الحالات هذه كل تكون تحت إشراف الأهل، لأنه نحن نشوفهم يعني كما قلت لك اللي يحدث حتى في مجتمعنا الصغير في عائلتنا الموسعة، أنه لهم أحيانا تعطي اللوحة الذكية أو الهاتف لولدها باش أنه ما يعملش إزعاج كبير، ونلقاوها الوقت الكله قاعد على يوتيوب على ومش عارفين فيش يشاهد تحديدا، لأنه والمحتوى توضح بحسب الأرقام والدراسات أنه محتوى غير ملائم للأطفال. لما يوتيوب يحذف 100,000 فيديو يعني المحتوى غير ملائم، يعني محتوى غير ملائم وعم بسبب انتحار وعم بسبب عائد نفسي وعم بسبب مشاكل بالدراسة. فالإزعاج إيكوال حول اللي عم بيصير مع الأطفال لا أكيد يزعجني قد ما بده. به هذا يعني حاليا قلنا انه يوتيوب كيدز، يوتيوب كيدز يحمل بطريقه عاديه موجود منه كابلكيشن وحده او هو اكستنسيون من يوتيوب العادي؟ يوتيوب كيدز موجود على ابل ستور وعلى بلاي ستور واونلاين، يحمل هذا از ويب سايت، غير متاح بكل البلدان العربيه. بعد خلال شهر بيكون متاح بكل البلدان العربية، لسبب انه يوتيوب الالغوريزم تاعت اليوتيوب كيدز مخصصة لكل دولة، لان يفهم اللغة تاعت كل دولة. صحيح. ممكن يطلع فيديو بلغة بلهجة لبنانية غير ما يطلع فيديو بلهجة جزائرية او تونسية. صحيح. صحيح. او مصرية. لذلك في دقة او تأني باطلاق يوتيوب كيدز بكل دول العالم حتى ما يرجع يدفع 200,000,000 دولار. رقم موجع. اكيد لانه الرقم موجع موجع بشكل كبير. به اخر حاجه نحكيها ايضا على اليوتيوب، بالنسبه لليوتيوب العادي عمر، يعني شفنا عده حاجات موجوده، ان كان الكنترول او مراقبه الاهل او انه تفعيل المراقبه كخاصيه موجوده في يوتيوب او عده اشياء اخرى. ما هي يمكن الحلول الاخرى لتفادي اليوتيوب في اوقات الكل اللي يستعملها الولد؟ يعني انه على الاقل تحاول تربطه بوقت. هل هناك حلول حتى لليوتيوب العادي في ظل انتظارنا ليوتيوب كيدز انه يكون متوفر بكل البلدان؟ في حال انه يتم شراء سي دي من متجر، سي دي خاص بالجيمز او خاص بفيديوهات الانترتينمنت او الفيديوهات الخاصه بالاطفال، ويتم تحميلها على اللابتوب او الايباد او التليفون، ونطفي الانترنت عن التليفون ونجبر الطفل فقط يحضر هيدي الفيديوهات. نحن بنضبط
شو عم يحضر؟ هذه من الطرق أوفلاين، يعني يحضر شخص أوفلاين، نجيب فيديوهات ونجيب. الحل الثاني هو نستخدم أبليكيشن، وطلعنا بفقرة أعطينا أبليكيشن يقدر يستخدم الأهل لضبط استعمال الأطفال. فقرة بيستخدم الأبليكيشن وكم ساعة بتستخدم هذه الابليكيشن وشو بده يستخدم بهالابليكيشن. الطفل بيصير عنده حدود نتيجه هالابليكيشن وبركز اكثر على دراسته من انه يحضر كل النهار فيديوهات. يعني ان شاء الله ربي يستر اولادنا الكل. احنا هذا اللي بنتمناه. بس بدي اقول شغله انه الاخطر بالموضوع بننصحهم الاهل رجاء عدم متابعه الاخبار اللي بتقول انه طفل امريكي يربح شهريا 300 مليون دولار، طفل مصري يربح شهريا مليون دولار من اليوتيوب. هيدي تحسين لصورة اليوتيوب ومصادفة وليست قاعدة عامة. مش صحيح. إذا طفلي على يوتيوب يعني بيربح مليون دولار، طفلي على يوتيوب عم نشوف بالأرقام إنه عم تأثر هالشي على دراسته. يعني كما قلنا ربي يستر ولادنا كل. شكرا لك عمر قصقص على فقرة اليوم، شكرا على نصائح كل عادة، نصائحك وأرقامك خاصة تفيد للمشاهدين. كل جمعة حنعطي أرقام أخطر وأخطر. إن شاء الله. إذا نتلقاه الأسبوع القادم.